تعليق يعني قطع التيار الكهربائي على الزبائن وعلى المواطنين باش يعني نسمح لهم باش يعني يمشيوا في هذه المرحله الصعبه تاع الكوفيد 19. ان سوناغاز مؤسسه المواطنه لازم ترافق يعني الجزائريين يعني حتى في المحنه تاعهم، يعني مش ممكن اليوم يعني نقطعوا التيار يعني، وهذا كان يعني نجر عنه يعني ارتفاع المستحقات. راح نتعاملوا معها ان شاء الله يعني بطريقه يعني شفافه مع المواطنين المانيين بعد ان شاء الله رفع هذا الوباء ان شاء الله، ومساعدين يعني كنا يعني كنت مدي تعليمات حتى يعني بتكون لك علاقه مباشره مع الزبائن المعنيين بهذا اللي ما كانش عندهم امكانيه باش يسدوا الفاتوره باش يعني يقوموا بالتقسيط يعني.